دوره في سوق باب الفله، كيفاش لقيت الاسعار؟ اختي الاوضاع ما تعجبش، باب الفله خضر نورمال، جزر نورمال، عطار نورمال، العظم مخبين ويقول لك خذ ب 1500 اشرب ولا طاير قرنك. الحليب وهو كذلك، انا نسكن في بن عروس المدينه الجديده باك، وحليب ب 1500 نقسم بالله، نقسم بالله واني ايميني صادق. السكر ما فماش، فهمتني؟ سيزي يا ولدي العطار، العطار كان قضيت من عنده يعطيك دبيب زي زيت، دبوزه زيت ب 7000 واش ناقصه؟ ويحبوا الشباب ما يحرقش، يقول لك انا ميت، انا ميت في بلادي، خلي اكلني الحوت، صحيح ولا لا؟ اختي جات النهضه، قلنا من النهضه؟ كل شيء النهضه، مش النهضه، اخرج اخرج وخاطب شعبك يا سيد الرئيس، يهديك، راهو شعب زوالي، الخضار يشكي، الجزار يشكي، العطار يشكي، المعلمين ما فماش، اولادنا ما همش يقراوا، وين ماشيين بيه؟ احنا هذا الكل وين ماشيين بيه؟ شنو قضيت اليوم؟ ما قضيت شيء، شريت شلاكه جيت نبدل فيه من الفري، ما قضيت شيء. شنو الزبده مفقوده الدين؟ شنو ناكلوا؟ نرجعوا نخلطوا البسيسه وناكلوها؟ كان نرجعوا نخلطوا البسيسه وناكلوها طبعا عشان نخلطوا عليها زاد هي تتفقد. الدرع وهو كذلك، الدرع ما تحطش فيه شويه حليب، تحطش فيه شويه سكر، شيء اسف شيء. والدجاج وصل ب 1500، الاسكالوب تو ب 17 وب 18، كل واحد يغني زي راسه. باب الفله، مارشي سنترال، مارشي بن عروس، كلها الكلها الاسواق الاسبوعيه الكل تنشف الذبان. يقولوا انه سوق باب الفله هو سوق الزوالي. الزوالي لكن اخزر لهم، اخزر لهم، ما قلناش بن علي لا، الله يرحم والدين 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 والدي. اليوم المرأة التونسية في ظل غلاء الأسعار كيفاش تنجم تلبي شهوات العائلة نتاعها؟ معناتها في ظل كما حكينا معناتها تحط طاولة متنوعة فيها برشا حاجات، نجم أخزر بعينيك وموت بقلبك، أخزر بعينيك وموت بقلبك، يا حسرة على صحن شكشوكة ويا حسرة على صحن عجة. وين؟ وين؟ أسمع المرأة قالت لك يا باب ربطة السلق ب 700. لين بوسوه، لين نحكي 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 نحكي. انتوما ما تشبعوش؟ لا نشبعوا. تحكي على السكر وتحكي على التاي، هذاك هو المواد الغذائيه نتاع كل يوم. على كل شيء يا ماما. شنو اللي كل شيء؟ شنو اللي كل شيء؟ عندي ما فماش حليب، ناكل عصيده بزيت زيتونه. وين زيت زيتونه؟ انت تشريه، انا ما عنديش باش نشري. ايه ترى ما تنجمش تشريها؟ ما عنديش باش نشري. يزيو مشكاوى البكاه، رتوها الدنيا، يزيو من الهم، يزيو. احمد ربي احمد ربي احمد ربي، نعرف تحمد في انا. الحمد لله. ثم كيفاش لقيت الاسعار وانت في باب الفله؟ الحمد لله نحمد ربي على غيرنا. استنى استنى عيش اختي استنى. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شوفوا لبنان، شوفوا ليبيا، شوفوا السودان، مانيش لاقيه اشتاكل، حتى الخبز مش لاقيه اشتاكل. هذويا الشعب ياكل وينكر، في ست زقوق سلاكتهم مقطعين، وخمسه صغار وراهم وهي تاخذ في الزقوق، يقول لك فلوس ما فهميش. يعني كل شيء متسبب فيه الشعب بسبب الله. السكر نصبروا، ما فماش هذيك نصبروا، ما فماش كسكسي ندوروها برغل ونعيشوا ونخلي بلادنا تقف على ساقيها، وخلي السيد الرئيس يخدم بشويه بشويه. هو ما عندوش غار علي بابا باش يخرج الفلوس، وقل له يخرج ويكلموا الشعب ويقول له راهو النهضه كليت كل شيء وما خليت شيء وخليت الدنيا فالسه. كان تحبوا استنك فرج العرب، لا حول ولا قوه الا بالله. ما عندكش سكر؟ خذ سكر فارينه. يا شومي هيك اللهفه يا شومي. الحليب ما فماش. نقول لك يا ودي يعطوا فيه وجوه اللي عنده قهوه. اسمعني اللي اسمع اسمع اسمعني، يعدوا فيه في التلفزه والمواطن وين؟ اي يعدوا فيه في التلفزه صحيح، اما ما عطوهولناش بنت عمي. اليوم وانت تعمل في دوره كيفاش كيفاش لقيت الاسواق اليوم في سوق باب الفله؟ لا والله الاسواق على متناول الجميع، ثم الزوالي توا توا تفاح بدينار نشروه بدينار. اي خير من 5000. مش نحكوا على لا، قالت لي السوق كل شيء موجود، كل شيء موجود. اما اخزري لهم قداش يقضوا؟ اما نهبه. هاكا الاسواق هانا نتفرج. اسمعني كلمه كلمه تقص على الكل.
قل يا سيد الرئيس اخرج خالص. استنى 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 تستنى عاد هكا عدينا في التلفزة يرحم والديك. بشوية من الاخر وعلى الاخر الناس هذوما راهو ما تفهم كان بالكلام يخرج يقول لهم راهو البلاد فالسة راه ما فماش فلوس. احنا موتى نفريكو ب 10000 فلكا ما تشريش كرزونة. حسيلو هنا اختي هاني قلت لك خلي يخرج يتكلم ويقول لهم يا ناس راه ما فماش فلوس واللوبيات اللي يدوروا هما يعملوا في كل شيء في البلاد واحنا فاهمين هالحكايه ذي واحنا معاه. اذا فما فئه مش معاه هكا بحر خلي يحرقوا كل شينا. البطاطا 18% ومن 2000 شنو رخيص شويه هكا طماطم وفلفل هذيك زومه ما تحكيش عليها جمله. كل شيء العظم ما فماش السكر ما فماش كل شيء ما فماش معناها باش يقتلونا بالشر. شنو عليك السومه شنو شريتي انت؟ والله توا هاني خديت شويه دجاج وخديت طريف طماطم وفلفل وهاني مازلت ندور. سومه الدجاج كيفاش لقيت؟ ليه غالي 6500 في خض هكا كبره اللي كان ب 3500 ما عادش شو الزويل ما عادش عادتي. لا العجل واحد ما عادش خالت عليه خلي توا بانك مشي للحم هذاك يا واحد والله يراه من في الفيترينات في القفه فما غله مقرب باش تشيل الغله. ما خلطش الواحد على جنب باش يخلط على الغله. عايش بنتي وينك اكثر فيها الغله وهي مازالت غله حاشيك ماستا لاستا ما فما شيء يعجب. شوف البلاد مشيت فيها هاويه البلاد مشيت فيها هاويه مشيت مع الزين ما نكذبش عليه. يقولوا انه سوق باب الفله هو سوق الزوال. يا حصل هذاك قبل تو يجيوهم من كل بلاصه. ريت تو زهروني عندهم سوق ولا خير من سوقنا من كل بلاصه يجيو لهنا يقضي وكملوا علينا عادك الافريكان خلي عاد حاشيك عزازكي ما خلاونا شيء. من وشنو هو الفطور؟ والله باش نعمل مقلي وصلاته ربي لك الحمد. المقلي يتكلف نورمالمون بطاطا طماطم فلفل. اما باش تخلط على الحوت هي حاشيك السردين من 6000 وانت طالع شبيك واللي عنده عيله اللي عنده عيله ما عادش خالد جمله باللي يخدم باللي يخلص ما عادش خالت ما نكذبش عليك. كمل هلكونا هالافريكان هذوما غلبوا علينا. كيفاش تنجم تلبي شهوات العائله على الطاوله وتحط طاله متنوعه وكل شيء في ظل غلاء الاسعار هذه؟ لا قبل كنا نصنفوا ونطيبوا ونقدوا توا حاجه ولا حاشين وحتى تخلط لها حاجه ثانيه ما نكذبش عليك. يا بنتي الاسوان ديما تشعل فيها النار. انا نحب نقول قيس سعيد السكر نخدم السكر ما لقيت السكر لوج عليه بالفتاشه. الشكاره نتاعو ب 130 دينار ب 140 160 وما تلقاهاش. يا الشومي نمشوا نطلبوا نمشوا نسرقوا قولوا حاول كيفاش تنقص في الغلاء المعيشه. نحنا ناس رانا زوية ولبشينا فيها كنا الباقي الاخر كل راهو ياكل وما تعيشش جو به. شنو ما قضيت اليوم؟ اليوم هاني واش قضيت؟ خذيت شويه نزاس وهاني وهذاك هاني باش نمشي تو ناخذ شويه دجاج ونعمل فيهم كسكسي. وشنو هو الفطور كسكسي يعني. فطور كسكسي. الكسكسي اليوم قداش يتكلف تطيب الكسكسي قداش؟ انا خذيت ب 25000 باش طيبت كسكسي والله ب 25000 كل حاجه منها شويره. ها باش نمشي ناخذ تو هاك الزيت نتاع القطانيه 8800 اش عندي باش نعمل؟ مثلا ما زيد حاك تمشي العطار يقولك ما عنديش. يقولوا انه سوق باب الفله هو سوق الزوالي مازال كاين سوق الزوالي اما تو ولا سوق الغلاء والكواء ما عادش زوالي تو ولا كي زوالي كي اللي عنده كي ما عندوش تو كل ولد زي بعض كله نقصنا في غلاء المعيشه ورجعنا المواد الاساسيه تلوج على الحليب بالسيف السكر بالسيف العظام ولا ب 15100 وين باش نمشوا اللي حارقوا انا ميت ما نحبوش نحرقوا نحن ما نحبوش نقعدوا في بلادنا ونعيشوا بكي مكتب ربي السطر هي كلها ما نقصنا انا نجروا لوجوا على الخدام ونخدم ب 15000 نخدم ب 15000 شو تعمل لينا؟ تعمل لي حتى شيء.